برضو خبر ملكي آخر، يعني العائلة الملكية، كشف ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن أول لوحة بورتريه رسمية له منذ تتويجه في مايو الماضي. وكما ترون طبعا اللوحة لا تشبه أبدا اللوحات المعتادة طبعا للملوك، هي للفنان جونثان يو. طبعا رسم الملك وهو يرتدي الزي الرسمي العسكري مع فراشة فوق كتفه مباشرة. اللوحة طبعا أثارت الكثير من الجدل خصوصا بسبب اللون الأحمر الطاغي، لكن محبي الفن المعاصر طبعا أشادوا كثيرا باللوحة. نعم، يعني عندك رأي؟ لمسة جديدة تدخل إلى المجموعة الملكية للوحات. بالضبط، هي أثارت الجدل، ولكنها هي مثيرة للجدل. هي مثيرة للجدل، ولكنها يعني هي واحدة من تقريبا مئات آلاف اللوحات التي تعد يعني موجودة في المجموعة الملكية. بس اللون الأحمر رمزياته أعتقد أنها يعني حادة عنيفة جدا، صح؟ انت يا ريم مع الكلاسيكيات؟ يعني انا اعشق الكلاسيكيات، خلينا في الكلاسيكي.